السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. للا سميرة، كونك أنك كتفكر الأميمة وكتبكي، البكاء على الأمهات ليس حراما، وعلى الوالدين وعلى المفقودين البكاء الخفيف ليس حرام. والنبي الكريم كان يبكي على فقد والديه. كان سيدنا النبي يتفكر أباه عبد الله ويبكي لما يسمع أحد يتكلم عن أبيه. سيدنا النبي يتفكر بأنه لم يرى أباه لأن أباه مات وهو لاجان جنينا في بطن أمه، فلم ينطق باسم أبي، فإذا سمع كلمة أبي كان سيدنا النبي يبكي. ولما كان في إحدى الغزوات ومر على قبيلة بني النجار، مر على مقبرة وهناك قبر أمه في الأبواء. أمه كانت مسافرة في الطريق فأصيبت بحمى شديدة فماتت فدفنت في الطريق. فلما كان النبي الكريم بعد مرور أكثر من 40 سنة كان يمر من هناك، فوجد قبر أمه فأصلحه وجت على ركبتيه وبدأ يبكي حتى امتلت لحيته، وبكى الصحابة لبكائه. فالبكاء مباح. ولما مات ابنه عبد الله بكى النبي الكريم حتى رأوا الدموع تقطر من لحيته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون. هذا البكاء علامة على الرحمة، إذا في قلبه رحمة في قلبه إيمان يبكي. لكن الممنوع في البكاء وهو النحيب وهو الصراخ وهو العويل وهو شق الجيوب وندب الخدود كما كان من عادات الجاهليين، وكأنهم لم يرضوا بما قسم الله، لم يرضوا بما أمر به الحق عز وجل. أما البكاء العادي فهو من رحمة الله تعالى. فالميمة ديالك باش إن شاء الله تعالى هو لا ينفع، هذا البكاء هو لا ينفع الميت، والبكاء الشديد يؤذي الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لا يعذب ببكاء أهله. معنى هذا البكاء الشديد الذي فيه العويل والصراخ وشق الجيوب وندب الخدود ونسف الشعر كما كان الجاهليون يفعلون، هذا يعذب ببكاء أهله عليه. أما البكاء الخفيف هذا من رحمة الله. وعموما الذي ينفع الميت ليس هو البكاء وليس هو ذكريات نرددها حوله، الذي ينفعه هو العمل الصالح. فربنا إذا أراد أن يكرم عبده يوريه الأموات ديالو رؤية طيبة في الجنة أو في النعيم أو في البرزخ، فيطمئن قلبه وكيمشي لك البكاء. اللي غينفعهم دابا الآن العمل الصالح. فأسأل الله تعالى أن يرحم والدتك للا سميرة ويرحم جميع أموات المسلمين أجمعين ويسكنهم فسيح الجنات. وأسأل الله تعالى لشقيقتك للا خديجة أن يكرمها الله في الدنيا طيبة. الله يأخذ ويعطي. فاللهم يا ربي أختنا خديجة بشرها بحمل قريب وارزقها ذرية طيبة صالحة وعجلها بالفرج، وكل من عنده حاجة في قلبه وضميره اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.